احنا معانا تقرير خاص باستئناف عزة قداسة البابا بطرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكنيسة السيدة العذراء والقديس أنبا رويس بالأنبا رويس بالعباسية. وخلال العزة شدت قداسة البابا على اتباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي. خلينا نروح نشوف أو نسمع كلمة من قداسة البابا ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحقيقة يعني هو الاجتماع ده له وحشة خاصة، ففعلا أنا نفسي يعني حاسس و يعني وحشتونا فعلا من خلال وجودنا ويا بعض. كانت الفترة اللي فاتت ربنا يحفظ البلاد ويحفظ الناس من هذا الوباء، وخدوا بالكم إن مازال الخطر قائم، ما زال الخطر قائم. عشان كده احتفظوا بكل الإجراءات الصحية اللي عايشين فيها، غسيل إيدينا جيدا عدة مرات، لبس الكمامة، التباعد عن بعض، مفيش السلامات، الحاجات دهية تلمش حاجة لما تغسل إيدك باستمرار يعني كده. وطبعا المدارس هتدخل بعد أسبوعين ثلاثة، فبرضو وعوا أولادكم كويس خالص، والدولة قايمة بمجهود كبير في الأمر ده. ونشكر ربنا إن إحنا بلادنا مسطورة اقتصاديا برغم إن في بلاد تانية تعبت، بل من نعم ربنا إن بلادنا مسطورة وبنساعد البلاد اللي تعرضت لمتاعب زي لبنان وزي السودان حاليا. نشكر الله ودايما نقول عمار يا مصر، عمار يا مصر في الخير اللي إحنا عايشين فيه. و الشكر بنقدمه دايما لله، وبنقدمه لكل المسؤولين اللي بيديروا حركة البلد، لأن بلادنا يعتبر بلدنا مصر أكبر بلد في الشرق الأوسط، احنا عدينا 100 مليون، فبلد لها ثقلها ولها أهميتها.